مرحبا بكم من جديد وفي حضرة المساء. مؤخرا في الأيام السابقة أو نقول الشهور، هي شهور أن الفيروس أو فيروس كورونا ظهر من بدري يعني، لكن في الأيام الفاتت القليلة الفاتت دي في قلق يعني كبير صح. على عند مستوى الناس العالم على مستوى العالم، وهنا عندنا بالذات يعني لأنه ما في الاحترازات، ما في التزام عموما الوعي بالاحترازات الصحي الصحية. للمواطنين بسوء أقل. شوية في ما عايز أقول قلة وعي من الناس، لكن التخوف نفسه من الفيروس، قلة ما زي زمان، الهلع الحاصل بين الناس، زي ما بنقول إنه الخوف نفسه أو الهلع ممكن يكون أخطر من الفيروس. صحيح. الفقرة دي فقرة نقول توعوية تطمينية بالنسبة للناس، وإنه ممكن سهل جدا إنه الناس تتعامل مع الفيروس، ولكن لازم ذوي الاختصاص يكونوا حضور يا ابو اكرم اكيد معنا. عشان نحن ما نكون نتكلم كلام ساي. نعم. بيقول يا اخي الاعلاميين جاوا شنو على الطب، لكن الاستضافه بتكون برفقه دكاتره مختصين في مجال الوعي وتحصين الموسع، هذا البرنامج الذي اطلقته وزاره الصحه الاتحاديه برفقه دكتور محمد ابو القاسم والدكتور عصام محمد حامد. احبابكم عشر بيناتنا، مساء الخير عليكم. مساء الخير عليكم، وسعيدين بوجودنا معاكم، وتحياتنا للمشاهدين عبر القناة الجميلة يعني قناة الهلال. حبابك حبابك دكتور طيب عصام. مساء الخير عليكم على قناة الهلال الفضائية، أنا سعيد أن أكون معكم للمرة الثانية حبابك في حضرة المساء إن شاء الله. حبابك. وكمان أيام الأيام دي مش حيكون مرة ثانية وثالثة، لأنه كثير موضوع شديد التوعية أيوه. ومحتاج إنه الناس صح. تشتغل عليه كثير في الفترة الجاية دي. القلق والناس المقلقة من فيروس كورونا، الفيروس موجود، إحنا عايزين بس نوعي الناس يا دكتور من الفيروس وخطورته، لأنه هو قاتل بس لازم إحنا نتعايش معه. كيف بيتم التعايش مع الفيروس؟ طيب، وفي الحقيقة يعني المواضيع هم نتكلم في فترة يعني تخيل لي إنه العالم مشى كثير في النواحي دي يعني صحيح، ونحن لا زالت عندنا ممكن نطلق عليه عدم اللامبالاة من إحنا كمواطنين في السودان، عدم اللامبالاة عندهم اللامبالاة يعني. نعم. في الحقيقة هو تخيل لي الفيروس ده خطير وقاتل لي. نعم. معلومات تخيل لي زول بقت متاحة، بقت بديهية طبعا. لكن اللامبالاة جاية مننا إحنا كمواطنين في السودان هنا، بانه يعني احنا ممكن نقول يعني ربنا يعني حمانا وحفظنا من انه يا اخي الامراضيه العاليه اللي حصلت في العالم دي ما حصلت عندنا يعني. الحمد لله. لكن احنا نمشي ونجي نقول انه ده واقع، ان احنا لازم نتعايش معه كيف ونتعامل معه كيف. ده كلام قالته منظمه الصحه العالميه، انه فيروس كورونا ده بقى واقع الناس لازم تتعايش معه، بانه قاتل، بانه يعني له اثاره الثانيه اللي بتترتب غير الامراض، بتاثر عنده اثار بتترتب على مستوى الدوله عنده الحاجات دي. يبقى احنا دورنا شو؟ ان احنا كمؤسسات منوط عليها العمل، ان احنا لازم نشتغل في الجانب التوعوي، ولازم نوصل الوعي الكامل لاي مواطن في السودان بانه يا اخي انت لازم تتعامل كيف مع المرض ده. التعامل بكيف ببساطه شديده جدا. نعم. جدا انت لازم تكون مقتنع تماما بانه يا اخي المرض ده موجود، ومرض قادر ينتقل بين الناس بصوره شديده جدا جدا، خاصه لما يلقى المناعه الخصبه ويلقى البيئه الملائمه له، واحنا خاشين على فصل الشتاء وكده. يعني الحاجه دي لما تخش انت في راسك بتقدر تتعامل معه صح. بيبقى انه احنا نتعامل معه زي ما بقول بالاجراءات الاحترازيه اللي اطلقت من بدايه ظهور المرض. صحيح. وهي اجراءات خلي ثابته يعني، ما حيكون اضافوا لاي حاجه، وهي بسيطه وسهله جدا، انك انت زول تكون لابس كمامتك يعني ومتباعد التباعد اللي اتقال عليه يعني. نعم. التباعد الاجتماعي ده انك انه احنا نمنع التزاحم الشديد والحاجات دي. انت دي حاجه في يدك. ايوه. ثانيا شنو؟ ببساطه جدا الموضوع ايزي جدا، انه غسل اليدين دي حاجه مرتبطه بالايمان يعني. ده شيء من سلوكنا يعني احنا كمسلمين. صح. يعني بنغسل يدينا طوالي، بنعقمها، نكون في السيف سايد، وبنكون يعني اقل ان احنا حافظنا على جو معافى. ثانيا الخطوه اللي مشت ابعد من ان الاجراءات الاحترازيه والوقعات في البيت والتباعد والحاجات دي، انه الناس بقت في مرحله بتاع التطعيم يعني بتاع تحصين يعني من المرض.
وده نحن في الفتره اللي فاتت كان بيشكل علينا عبء كبير في انه نحن لازم ان احنا نصل لبلدنا دي في انه يا اخي نطعم عدد كبير من الناس ونحن في خطتنا انه يعني خلال نهايه العام نكون وصلنا نسبه معينه لحد شهر 6 نكون وصلنا غالبا اقل يعني من اكثر من 70 80% لحد شهر 6 ودي حاجه دايره مجهود كبير جدا جدا ودايره تضامن متبادل كده كمان الوعي والحمد لله يعني الفاكسين الخشه والناس اللي طعمت دي كلها رساله واضحه للناس بانه يعني زي ما الناس سمعت كان عن الفاكسين وكده وطبعا احنا في مجتمعنا ده عارفين تماما انه يعني احنا قاعده تتناقل عندنا كيف واتصل للناس باي طريقه وبسرعه يعني لكن الحمد لله حسي الناس وصلت لها الحقائق نعم يتعلق بالفاكسين والتدعيم ونحن حسينا انه يعني الناس بدت في سعي واضح الى انه تتحصل يعني. طيب يا دكتور محمد عطفا على كلامك ونمشي للدكتور عصام. الناس عارف انه كورونا الفيروس الكوفيد 19 تحور لاكثر من 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 شكل، لكن الشكل التحور الاخير اصبح هاجس وتخوف على مستوى دول العالم، يعني دي ما كورونا زمان، في كورونا جديده. أدينا بطاقة تعريفية للمرضى وانتشاره والوزارة الصحة عملت شنو عشان تمنع الدخول ناهيك عن إنه هو تفشى وبقت فيه حاجات بتاعت احترازات تحفظ عليه هو انتهى أصلاً وجاء تاني ولا؟ كده أدينا للأسف جاي حلقتها برجع بقول إنه يعني هي منظمة مواصلة لحديث زميلي دكتور محمد إنه الجائحة هذه صنفتها منظمة الصحة العالمية إنها من البانديميك يعني هي من الأمراض الوبائية فتعامل الناس ما زي ما ذكر إنه هو بيجي شيء واقع واقع معاش الناس ترتضي بالأمر الواقع يعني لسه ما زال يعني عندنا ناس ما مقتنعين بحتة إنه والله في كورونا رابطينه بتوجهات تانية لكن أنا أؤكد تماما إنه صنف يعني دي حاجة مصنفة عالميا إنها هي بانديميك جائحة طبعا ونحن في الموجة الرابعة دي يعني بقد عندنا جائحة متحورة يعني بنسمع إنه دلتا بيتا بلس دي كلها يعني ظهرت لنا في الأواني الأخيرة الناس بتتعامل في 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 المرحلة الأولى أو في المراحل الأولى الناس بتاخد احترازات معينة يعني أو بيقول والله الجائحة دي بتصيب الناس الكبار في السن الناس مناعتهم ضعيفة للأسف الشديد إنه الجائحة المتحورة دي مش بتصيب لنا بس الناس اللي أعمارهم كبيرة أو مناعتهم ضعيفة للأسف هسي ظهرت في وسط الأطفال ده التحور الحاصل ده خطورته يعني أن إحنا لما نقول متحور يعني مثلا في الأعراض في الجائحة الأولى أو في المرحلة الأولى بتظهر لنا ضيق التنفس نعم. الجهاز التنفسي نعم. لكن هسي الجهاز التنفسي الجهاز الهضمي الجهاز العصبي كل الأجهزة بتضرب أي جميع أجهزة الجسم نعم. فبدأ يعني دخل يعني القلق العالمي اللي حصل هسي إنه والله الكورونا أو الجائحة المتحورة دي بقد لينا يعني خلاص يعني تخوف عالمي صحيح. لو لاحظت في الفترة الفاتت دي العالم كله في بعض الدول بدأت تقفل دول العالم الثالث بدأت تقفل يعني هسه نحن في السودان عشان ما نصل للمرحلة دي وحمان الله وإياكم ويعني ربنا يحمي سوداننا نحن رغم أنه نظامنا الصحي المتهالك فبيعتمد على شنو وعي الناس وتقبلهم بالحاجة دي يعني الناس يعوا تماما أنه والله جاي حدي حاجة حقيقية وحاجة بيجت يعني مثلا ومنتشرة للأسف في كل نحن هسه في تقاريرنا الإحصائية عندنا إدارة الطوارئ الصحية هي المعنية برصد الحالات على مستوى الولايات في تقارير مقلقة جدا يعني من هنا طيب أنا حقاطعك لكن حكاية التقارير دي كان في فترة من الفترات في الجائحة الأولى التقرير بيجينا يومي لدرجة نحن بقينا بننتظر حتى لما كان بيظهر الساعة 12 منتصف الليل الساعة 12 وخمسة دقائق لو يتأخر التقرير نحن بنقلق اصلا يعني في اضافات جديده في وفيات جديده في اصابات جديده ليه الحاجه دي معدومه تماما يعني احنا بنلاقي الا نحن لا كانت هي بنلقاها في وشنا بس احنا بنفتش عليها معلش يعني بنلقاها في وشك ليه لانه كان المرض في بدايته
ونسبة القلق عند الناس والهلع الشديد تجاه المرض كان أعلى شوية. عشان كده الناس كانت حريصة. يعني أغلبية أول بأول يعرفوا الحاصل الناس يتعاملوا بواقعية مع المرض كانوا حريصين لما الناس تكون حريصة. وزارة دي تلقاها في رصيد تلفون بتاع زول صفحة وزارة الصحة قاعدة وحسي حاليا التقارير بتنزل يومي في موقع وزارة الصحة. يعني انت لو فتحتي حسي الموقع على الهواء ذاته ممكن تلقي التقرير بتاع امبارح نازل والحاجات دي يومية. يعني دي ادارات مختصه ده شغول المين وحريصه جدا على انه يعني تتعامل مع الموضوع ده بشفافيه. يعني احنا ذاتنا من واجبنا انه الناس تكون معانا في الحاجات دي وتكون عارفه تماما انه يا اخي يعني احنا الامراضيه بتاعتنا واصله للبتار. يعني الباثولوجي يعني دي حاجات مهمه جدا الناس تعرفها. يعني ما يعني الوزاره طب قبل دكتور لا ما زلت مصر على كلامي انه انا ما بلقاها حته يعني التقارير معلش انا حتكلم معاك في عايز تقول يمكن انت قصدك يا عزيزه الاعلام بتاع الوزاره هو ضعيف بالضبط كده. وحتى كان في المنصه طيب المنصه الاعلاميه للكوفيد طيب المنصه الاعلاميه ونفس المرض ما انتهى زي ما انت ذكرت بالضبط كده. انا بتفق مثلا كنا في الموجة الأولى أنا حسب كلامك مناقشتك معي أنت كنت معنا في المنصة الإعلامية لجائحة كوفيد وأنا كنت من ضمن التيم اللي هو تيم الاستجابة وأنا فقدت الحياة لأنه برضو كنت من ضمن التيم الخاص بالإعلام. ممتاز حاليا طيب يعني نحن كوزارة استعلمكم هو دور تكاملي. أيوة. يعني إحنا ما ناخدت الحاجة دي أنه في كل العالم دور تكاملي بين وزارة بكل الوزارات والجهات ذات الصلة سواء كان وزارة الصحة الإعلام كل الادارات او كل المؤسسات حتى المنظمات حتى المنظمات أي المنظمات الاقليميه المنظمات المجتمع الدولي المجتمعات المدني المجتمع المدني كلهم ده دور تكاملي. في حته التقارير نحن زي ما ذكرت لك انه عندنا اداره اللي هو اداره العامه للطوارئ الصحيه فيها اقسام متخصصه وفيها ناس اكفاء بما فيهم الكول سنتر اللي بيصلهم البلاغات. انتوا بتنتظروا عشان ما تجيكم التقارير لانه التقارير بتكون very sensitive. يعني حسنا. نحن يعني بنستقبل تقارير من 18 ولاية وبيكون في حالة ابديت ما لم يكون في كونفيرم من كل الولايات انه والله دي تقارير مؤكدة 100%. لانه مثلا ما ممكن انت تقوم تطلع زي ما قال يلقطوه الاعلام ويمشي ينشروه ما لم تتأكد تماما. يعني انا ناسي عشان انا اكد لكم انه مثلا نحن لي تاريخ اللحظة الحالات بتاعيننا السسبكتد لحد الكونفير ما يقارب 40,000 حالة كيس من حالات مؤكدة لحالات مشتبهة. أنا عشان أدي عدد الوفيات فيها كم؟ أنا لب من طيب نحن عشان ما ندخل في حتة دين والله في أرقام ده طبعا في جهة مختصة بالحاجة دي هي بتطلع تقارير انه والله حالات المؤكده احنا ممكن انا اعرف ليك انه الحالات المؤكده كم والحالات السسبكتد لكن انا ما الجهه اللي بتصرح ما الجهه اللي بتصرح طيب ممتاز. نحن مثلا المجال التوعوي ايوه في المجال التوعوي ونحن في حته انه نحن كبرنامج تحصين وصل يعني اداره الصحه الاتحاديه اداره فيها ادارات مختصه في ادارات بتخص التضعيم اللي هي المعنيه بتضعيم وفي ادارات هي مختصه بالرصد الوبائي. انا لما تكلمت لك في حته انه التقارير لانه انا قبل في 2019 في بدايه الجائحه نحن كنا تيم متخصصين كلهم كانوا اختصاصي وبائيات ناس مختصين في الوبائيات تخصصهم هو يعني في الرصد المرضي والتتبع في نفس الوقت لذلك انا يعني والانفستيجيشن فانا رجعت لك عملت باك جراوند ل 2019 لما كنا في بدايه الجائحه وانت كنت معنا في المنصه الاعلاميه للكوفيد. نحن انتقلنا لمرحله ما بعد حته الترصد هو مستمر الترصد الوبائي ستيل موجود يوميا بتجي تقارير. نحن في حته التطعيمات نحن هسه في برنامج التحصين الموسع هو البرنامج المعني بتحصين ضد كوفيد 19 بلقاحات المعروفة لدى الكل. جميل. طيب أنا حاجيك تاني بس قبل نمشي على التطعيمات ونشوف الخطة اللي وضعها الوزارة في برنامج التحصين دارين تصلوا لكم نفر الطريقة بتاعتكم نوع اللقاح إذا في زول ما أخذ جرعة وكذا. أنت قبل ذكرت مفردة مهمة جدا قلت إنه الناس مفترض توعى تراعي للظروف بتاعت الدولة والنظام الصحي المتهالك. طيب نحن يعني أكدنا واعترفنا بالمقولة دي إنه نظامنا الصحي متهالك لأنه أنت بتكون عندك حالة مستعجلة بتلف كل المستشفيات ما تلقى اللي بيستقبلك تمام سواء كان على مستوى المستشفيات الحكومية أو الخاصة. فإطار الأول الجهد المبذول من وزارة الصحة الاتحادية في إنها ترمم النظام الصحي المتهالك ما هي كان في 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 فترة جاب كبير شديد ما بين انتهاء الجائحة على مستوى العالم وظهور المتحور الجديد. وزارة الصحة هل كان في جهود قدرت يعني تجيب مستشفيات تعمل مراكز عزل تصحي ولا الكلام ده كان ما في؟
فويزا هو في على يعني في نهايه باعتبارك متحدث باسم الوزاره، ادينا مثلا عملنا كده سرير كده مستشفى كده مركز عزل، والدور اللي عملتوه شنو خلاف الدور التوعوي؟ طيب نحن عشان ما نفصل الحياه من بعض، نحن جاي حد من 2019 مستمر ما انتهى مستمر. ما انتهى نعم. لا لا العالم على الاقل نحن تحورت اللوك داون بتاعنا والاغلاق الشام اتقفل وطور. طيب الدور كان شنو بتاع الوزاره؟ طيب. الناس يعني انشغلت بحاجات ممكن نسميها انشغال، يعني انشغلنا بالظروف السياسيه بتاعت البلد الاقتصاديه، دوركم كان شنو في الفتره القليله دي يعني؟ طيب نحن وزاره الصحه الاتحاديه هي الوزاره الوحيده قد يكون ما بتتاثر بالوضع السياسي. ايوه اي نو انه بتتاثر في لا هي بتتاثر لانه انت بتجيب حاله معلش انا هقاطعك اسمح لي هنبعد تماما عن السياسه لا هو المناسبه هي كلها مشتركه اذا كان انت الوزارة بتجيب بتتاثر بالوضع السياسي بتتاثر بالضبط كده لانه انت بتجيب حاله بتاعت مريض بيدخله المستشفى بتلقى انه في ضرر من الاطباء عرفتها زول بيكون انت حتشيله الطوارئ شغاله تمام بغض النظر بقول لك حاله برضه في النهايه دي روح ده انسان انت ما حتقدر تفصل الحاجات مع بعض صح؟ معلش يعني استاذ انا تفضل في حاجه بسيطه كده بس عشان الجزئيه دي احنا ما تسريقنا كثير من موضوع الكورونا ايوه تمام الوزاره ما 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 يعني ما 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 نقصت عزيمتها ولا قلت في موضوع انه كيف تتعامل مع الـ مع الـ مع الجائحه دي بكل الاشكال من اشكال استعدادات ليها في كل مراحلها تمام. مراحل الإرشاد في الوغاية في مراحل العزل ومراكز الأجر الصحي والحاجات دي عمل شنو أنا دار مقبل يتكلمنا عايزين الأرقام دي يعني مثلا قول لي أسسنا 3-4 مراكز 5 مستشفيات 6 سراير أنا ما بديك أرقام لكن تمام. بدون أرقام طيب أكد لي معلومات تمام أكد لك إنه الوزارة حريصة جدا لأي كيس ممتاز بتاع كورونا هي حسيناه قادرة إنه تتعامل معه وتوفر له العزل بتاعه والحجر بتاعه وبعدين غير كده الناس هذا اتطورت شويه لو انتوا عايشين في المجتمع ده صحيح طيب. حتى بيجوا ما بيضطروا عزل منزلي عزل منزلي الحين عملوا عزل منزلي وقللت على الـ على الـ على الـ على الوزاره شويه من الاعباء والجهود لكن الوزاره حريصه جدا لاي كيس يصلح محتاج عزل محتاج رعايه محتاج حاجات زي دي ونفس المراكز وفي مراكز جديده زادت عليها الكلام الناس ما تقلق في من الناحيه دي الناس يعني تطمئن شديد احنا ناو في مرحله مهمه جدا جدا من مراحل الجايه حاليا فيما يتعلق بالتحصين بالفاكسين وكمان نحيي كمان برضه وزارة الصحة برضه ما كل في مشاريع ايوه بس نحيي كمان ولاية الجزيرة كمان افتتحوا تقريبا اليوم ولا امس في عندهم مركز مش مركز بتاع عزل مشكلة الاكسجين اتحلت على الاقل لا انا متابعة كويس اليوم تقريبا الافتتاح او امس يعني صح فبرضه مجهودات مقدرة دائما احنا بنكون عايزين المجهود يكون مضاعف يعني اكثر من دور نحيي الكلام اللي قاله حتى انه عايزين انه الوزارة انجزت انجزت يعني انجازاتها معلومه لدى الكل يعني هي الوزاره تقريبا ما بيصل هي وزاره وزاره مهنيه جست يعني ناس كلهم ناس مهنيين ما تكنيكال ما لهن علاقه بالهنا السياسه قد يكون على مستوى الاعلى يعني على مستوى الوزير ولا على مستوى الوكيل لكن على مستوى الادارات اي انسان هسي في وزاره الصحه الاتحاديه سواء كان مدير اداره عامه او مدير شغل بغض النظر عن الوزير المهني بغض النظر عن نعم. بعد ذاك الحاجات اللي عملتها وزاره الصحه الاتحاديه اولا على مستوى الولايات زي ما ذكرت انه عندها مراكز ايزوليشن اللي هو مراكز عزل على مستوى الولايات وعلى مستوى ولايه الخرطوم انا في فترتنا اللي نحن لما كنا من بدينا شغل الكوفيد الوزارة الاتحادية أولد اهتمامها كل اهتمامها ينصبت شنو ناحية الجائحة دي بتكوين أتيام اللي هو اللي عندنا الار ما الخرطوم بس نقول عشان الناس ما تقول السودان في الخرطوم بس اللي هو فيه ناس الترصد المرضي وناس الكونتاكت ريسينج اللي هو اللي بيستقبل الشكوى المواطنين يعني الزمن ده كان ما في الناس بس بتسمع في وسائل الإعلام إنه والله في جائحة كورونا لكن في الحتة دي ما كانوا عارفين انه الاعراض اللي بتجي شنو بيتصلوا عبر 9090 221 اللي هو 221 المواطنين بيستفسروا عننا نحن بنستقبل المكالمات من المواطنين بناء على نحن بنشخص الحاله انه حاله كوفيد ولا ما حاله كوفيد بعد ذلك عندنا تيم مكتمل برضه من اداره المعامل دي برضه وزاره الصحه جهزت تجهيز تماما من الكونسيومر الحاجات بتاع اخذ العينات العينات
التيم بيمشي. يعني احنا في بداية العام 2019 رغم انه امكانياتنا القليلة بامكانياتنا البسيطة اللي وفرتها لنا وزارة الصحة الاتحادية، اي بلاغ بيجينا نحن اتأكدنا انه دي حالة بوزيتيف مشتبه سسبكتد بيحرك تيم بيصل الكيس ده في البيت، بياخد له عينة في فترة ال 72 ساعة بتصل النتيجة تطلع، نحن بنكون متابعين معاه. صح، بنكون متابعين معاه وبنديه ارشادات انه يعمل شنو، يعزل نفسه بعد ذاك في اجراءات احترازية بنعملها، لانه الاكيوبيشن بيريود او فترة الحضانة للمرض من يوم ل 14 يوم. وفي بعض الدراسات انه من يوم لخمسة ايام اللي هي فتره العزل، فتره الحضانه، فتره الحضانه دي، عشان كده احنا نوصل انه فتره العزل المنزلي او اي عزل بيكون فتره اسبوعين. في الفتره دي احنا بنكون متابعين معه، يعني ما خلاص احنا شلنا العينه وخليناه على كده، بنتابع معه اللي هو عندنا وحده الكونتاكت تريسينج لغايه ما النتيجه تظهر. النتيجه اذا ظهرت انه بوزيتيف ولا نيجاتيف بتوريه بروتوكول علاجي، البروتوكول العلاجي. في الفتره ديك ما كان ظهر لنا علاج، ويستيل لحد اللحظه العلاجات تحت اخذ فيتامين سي يقوي المناعه بتاعتك المعمليه. لذلك بنقول له شنو يعني قوي مناعتك؟ يقوي مناعته كيف يا اخي؟ يشرب ليون عصاير، فيتامين سي، معززات المناعه، بعد ذلك الاجراءات الاحترازيه الثانيه، غسل الماء بالماء والصابون، والزول اللي احنا يعني مثلا يهجر نفسه في هجره في غرفه تعرفوا كيف هو مريض. يعني هي كان الفاتت احنا تكلمنا على الجائحة الفاتت، أنا حابة أستاذ محمد يكلمنا عن الأعراض الحالية اللي هو كان دكتور سامي بيل تحورت الأعراض، كان بتصيب الجهاز التنفسي، وحاليا الناس في الأول مفتكرين أنه من الموية الحاصل شنو في المويه ده ملموسين، يعني عادة بيكون الخليط. طيب كويس، هي دي حاجات مهمة جدا بالنسبة لي. يعني شوف الأعراض هي مربوطه بالتحور. نعم. الجيل للفيروس يعني الاعراض القديمه يعني عباره عن 10 اعراض، انه السيلان الانفي والحمى الرشح وزور الجسم والجفاف الحليب، الكلام ده حاصل لحد ظهور دلتا. الاعراض الطبيعيه انت قلت في دلتا ودلتا بلس الجائحه الثانيه، هسه حاليا في دلتا بلس. دلتا بلس دي يعني بتزيد على اعراض الاعراض إنه فيها سعال وآلام في البطن، يعني الأعراض بتزيد على الإضافة لدي هاي فيها سعال وفيها آلام في البطن. نعم. يعني عادي ممكن آلام مصاحبة ذهب للحمام غثيان، يعني غثيان غثيان وفيها سعال وفيها آلام في البطن. نعم. دي إضافة للأعراض القديمة، إضافة لأنه الجزئية المهمة اللي لازم الناس تعرفها إنه يعني الفاكسين لحد ما وصل دلتا إنه كان فعال جدا. ودي حاجات اثبتتها كل الدراسات في العالم ونشرتها منظمه الصحه العالميه، انه اللقاحات كلها لحد المودرن الجاي خاش علينا ان شاء الله في الفتره الجايه دي كلها كانت فعاله لحد بلس. اما بلس حسي لا لحد دلتا بس. ايوه دلتا بلس حسي حاليا تحت الدراسه، ومتوقعين تماما بانه يا اخي انه اللقاحات دي تكون فعاله برضه مع دلتا بلس. مع التحور الجديد انه قد يكون اللقاح ما فعال مع او هو يصلح بس للجائحة الأولى والثانية لحد هسه اللقاحات دي فعالة لكل الجائحة لكل المتحور لكل المتحور. لا طيب في سؤال مهم ممكن أقول عليه، أنا مثلا على سبيل المثال شخص أخذ الجرعتين، هل في احتمالية الإصابة؟ وإذا جاءت الإصابة هل بيكون في أعراض ولا الواقع شنو؟ يقول لك أنا ما أخذناه، أنا حمشي بالشارع بدون كمامة وغيره. لا طبعا هل في احتمالية للإصابة؟ إنه هو يعني ما أخذ الجرعة لا يعني عدم إصابتك، بل يعني تحصينك بنسبة عالية. بنسبة عالية أنت محصن من المرض، لكن لا يعني أنك أنت المرض ما يجيك، ممكن يجيك لكن إذا جاءك ما حيجيك. أي زول حامل للفيروس معدي، معلومة لازم تكون عند الناس، يعني أنت حامل للفيروس بتاع كورونا أنت معدي لكورونا. طيب. لكن الفاكسين بغيك وغايه بنسب عاليه جدا، يعني تكاد تكون 90 او اوفر 90% انك انت محمي من الاصابه بالفيروس، يعني ما حتموت لكن بيجيك الاعراض. لا هو الموت ما تنساش. يلا في الحته دي انه يعني مثلا انت اصبت، يعني لو قارنا ما بين انه بعد الشريعه لا في كل العالم
قبل ظهور اللقاح. نعم. لو لاحظت نسبة دخول المستشفيات بنسبة كانت عالية. نعم. ما يقارب 80% أو 90%. أيوة. لدرجة إنه مراكز العزل امتلأت. الآي سي يو امتلأت. العناية المكثفة والأكسجين ما في أكسجين. لدرجة إنه نحن فيتامين سي. فيتامين سي للأسف الشديد تجار الأزمات. نعم. الفيتامين سي ضعفت أسعاره. البرتقال في نادي ضعف. ولكن لو لاحظت إنه بعد دخول اللقاح. بحمد الله يعني إنه بعد اكتشفوا اللقاح والناس بقت تتلقح. هسه نسبة دخول المستشفيات قلت بصورة يعني الحمد لله. بصورة كبيرة. ما في دخول المستشفيات، الأعراض قلت، يعني أصبت بمرض. أي نو إنك أخذت أكملت الجرعات. نعم. إنت أخذت مناعة، مناعة كاملة. الأعراض اللي بتجيك بتكون أقلت من خفيفة. الأعراض اللي إنت أصلا ما أخذت اللقاح. نعم. فعشان كده نحن توصيتها التحصين نتحصن الأطفال ضد الحزبة. يتجي الحزبة إكزاكتلي. بس مجرد حبوب حمى خفيفة لمدة يوم تنتهى الموضوع. دي مؤشرات، مؤشرات فعالية معروفة. إن شاء الله لحد ما نصل للمرحلة لأنه اللقاح شغال. نعم مؤشر بجد يعني الناس ما تتخوف من السايد افكت بتاع اللقاح، بتاع اللقاح هذا، وده شيء طبيعي والناس تتعامل معه بعلاج الاعراض. يعني جاك شويه صداع دي حبه دول. طيب دكتور محمد، حاجه مهمه جدا جدا، وانه الجبير الدكتور عصام قال المقلق فعليا انه الاطفال حاليا مصابين بعد الجائحه الاولى والثانيه، انه كان الاطفال تماما يعني لو لما يقولوا في اصابه واحده طفل الناس بتندهش. صحيح. حاليا الاصابات كبيره وسط الاطفال، وشغالين حاليا مدارس، فعايزين حاجه يعني عملنا شنو كوزاره صحه عشان نعمل توأمه مع وزاره التربيه والتعليم عشان الاطفال شويه صعب التعامل. انا ممكن كراشده اقدر اغسل يديني كويس بالصابون، والمدارس شغاله والاطفال بالمناسبه في المدارس عانوا الفتره اللي فاتت من التاجيل والتاخير والتكفيل. ففي شنو ممكن نقدر نحكي عنه؟ معلش انا بس الجزئيه دي هي مهمه بالمناسبه بعد الاطفال دي بالذات. يعني نعم. صح. كورونا الدراسات اثبتت نعم. انه يعني الاطفال نسبه اصابه الاطفال تكاد تكون 1% او اقل في المية من نعم. نسبه الاصابات العامه. الحسي حاليا يعني ظهرت، احنا لسه ما جاتنا، احنا في السودان ما سجلنا اي حالات بتاعت اصابه اطفال. في مدارس اتقفلت حسي في محليات كرج ناس تحوطا تحوطا احتراق. هل ظهرت في الاصابات فعليا؟ لكن في بعض من الدول بالذات في متحور دلتا الاخير الموجه الرابعه دي نعم. زي مثلا في اندونيسيا في الجزائر سجلوا حالات بتاع اطفال تكاد تكون وصلت في الجزائر الى نسبه 6% من النسبه الكليه بتاعتهم بتاعت الاصابات. نعم. وده مؤشر بقودنا لانه احنا لازم نعم. يعني نتعامل مع الموضوع ده بجديه بكل الفئات في الفئات بتاعت الاطفال. جميل. وتخيل لي انه الاجراءات الاحترازيه بالذات فيما يتعلق بالمدارس وكده دي سياسات بتكون عامه بتاعت الدوله بتاعت وزاره التربيه والتعليم. نعم. فيما يتعلق بادارات المدارس. نعم. واداره التعليم في انه كيف يتعاملوا مع الطلبه بالذات الطلبه الصغار في السن في المدارس الاوليه مدارس الاساس وحياه زي دي، في انه كيف يخلوهم انهم يكونوا حريصين على انه يتعاملوا مع الاجراءات الاحترازيه بصوره سليمه، يلبسوا كماماتهم ويقعدوهم واذا اضطر الامر. هتعمل حمله تطعيم فيهم في المدارس ولا لا؟ احنا التطعيم حسي حاليا المستهدفين دون ال 18 ما خاشين معانا في البتاع. أيوة. لا خاشين من 18 وفوق. أما المدارس الأولية دي إذا نحن المؤشرات أثبتت في إنه سجلت حالات تاعت إصابة أطفال وكده إحنا بنعرف نتعامل معها بصورة سليمة ونغي أطفالنا بكل ما نملك. يعني جميل عزيزة يعني الموضوع بتاع الأطفال ذاته. أيوة. موضوع أنت بتتعامل معه ذاته بإنسانية من الإنسانية. أيوة. زايدة كده ده اللي جيل اللي عليهم مهم جدا. جميل في نقطة مهمة ذكرها الدكتور، قال إنه مع انتشار الجائحة طوالي بيتوالد شنو الجشع بتاع التجار. نعم. فسؤال عشان نحن ماشيين على خواتيم اللقاء، هل في تعاون أيا كان المسمى ما بين وزارة الصحة والجهات الرقابية إنه يكافحوا جشع التجار من تجار الكمامات، تجار الفيتامينات، تجار الأدوية، عرفته؟ وحتى على مستوى الخضروات يعني الآن بتل زي ما قبل ذكر البرتقال من الدستة 300 عملت كم 550 بدون أي. طيب للأسف إحنا قاعدين في بلد للأسف هم عايشين إحنا ناس جايين من المجتمع ده السوداني، والحاجات دي قاعد تواجهنا يومي يعني إنه إحنا لازلنا ما قادرين نتعامل مع الأمور بشكل السليم يعني. يعني احنا الانتهازيه بقت ظهر عندنا في اي حاجه يعني. دي موجوده. هل يعني الوزاره عندها تعاون مع جهه؟ اكيد طبعا. تمام. انه الوزاره حريصه على انه اي حاجه بتتعلق
بجانب الدوائي حياة المواطن متعلقات الأجهزة الطبية متعلقات الحاجات دي كانت حريصة جدا جدا في التعامل مع الناس المسؤولين منا سواء كان شركات سواء كان إدارات متخصصة بموضوع الدواء والحاجات دي بإنه الحياة المتعلقة بالكورونا لازم تكون متاحة ومتوفرة يعني يزول وتخيل لي الموضوع بتاع الجشع الحاصل عندنا كله ده مسؤولية أكبر من وزارة الصحة ده مسؤولية بتاع الدولة كاملة ومسؤولية بتاع إدارات تانية مختصة أن إحنا نتمنى إنه يكون الحاجة دي عندهم لها علاج ناجع وسريع لأنه في النهاية إحنا مواطنين بغض النظر عنه شغالين في وزارة الصحة وكده والحاجات دي بتصر في كل المناحي يعني في كل المناحي بتاعت الحياة شكرا لأرحب صدركم يعني طيب في حتة إنه أنا ذات الصلة في تنسيق مباشر من وزارة الصحة وبكل الجهات ذات الصلة سواء كانت داخلية سواء كانت وزارة التربية والتعليم أو أي وزارة تانية من الحتة دي أنا يعني بأكد تماما إنه كل الوزارات أو كل الجهات في تنسيق تام في إعداد الأدوار يعني مين الحاجات حتى الحاجات الوقائية اللي بتصلنا من الخارج بتجي عبر المطار أو عبر المهاجر أو بيكون عبر الإدارة العامة للصيدلة والسموم يعني بتحصل لها يعني بيكون بعد الدراسات يعني تحلل الحاجة دي بعد ذلك بتدخل فما في حاجة بتدخل البلد دي بدون رقابة أكيد تماما بما فيه لقاحاتنا دي لقاحاتنا برضو يعني دخل السودان ببوليسي وهنا بأكد إنه وزارة الصحة الاتحادية عندهم لجنة مختصة اللي هو اللجنة الاستشارية NITAC هم في ناس بروفات يعني بروف زين العابدين كرار بروف علي عربي بروف صادق محجوب كلهم نازل بيقعدوا بيخطوا بوليسي لحاجة معينة يعني حاجة ضارة ما بتدخل البلد صحيح حاجة نحن عايزينها وراجينها من الوزارة وده عشبنا فيها والله وأنا المنتج قال إنه حتكون في حلقات بتاع التوعية حتسوق قناة الهلال إنه يكون في توعية دائمة تعاون ما بيننا وما بينكم كرسالة مهنية إعلامية عزيزة وتعاون ما بين الشباب السوداني والمجتمع السوداني أكيد دكتور محمد أبو القاسم أنا بحييكم شديد تحية لك كمان شكرا معليش ما قاطعك يعني بحييكم شديد على الروح دي شكرا وفي الجزئية دي أنا قبل روح رياضية طبعا هم قناة الهلال الرياضية أنا ما أدرك شو روحي أيوه إحنا حنقول الكلام في أقل من 30 ثانية عشان أقل من 30 أيوه أنا بوجه يعني للإعلام قبل أي زول تاني إنه يا أخي أن إحنا أدوارنا متكاملة زي ما إحنا حريصين على إنه أدي أدوارنا أنا دايركم ذاتكم أنتم تكونوا دوركم واضح في الموضوع ده في جانب التوعية عشان تصل الحاجات دي لكل إنسان والجزئية الثانية في ثانيتين إنه أي زول ما يتعامل مع المرض ده بأنانية يا سلام أنت حاسب إنك زول شاب نسبة إصابتك ضئيلة من الزول الكبير أو الزول اللي عنده أمراض ما تبقى ناجي أنت ما تبقى ناجي تحمي غيرك عشان كده لازم تتحصن دي شعار ده شعارنا ايوه انا اختي بالشعار التطعيم حمايه لك وللحواليك انت ما خايف على روحك خايف يعني لازم تخاف على ناس بيتكم لانه عندك ناس اعمارهم كبيره في ناس هنا فانت لما بتطعم انت بتحمي نفسك وبتحمي حواليك وده شعارنا نحن يعني شكرا دكتور عصام محمد حامد شكرا دكتور محمد ابو القاسم على التوعيه ولسه محتاج لكم كثير والدور زي ما قلت متكامل ونحن حاضرين يعني في منصه قناه الفضائيه حنطلع فاصل ولسه حضرت المسلسل مستمره كونوا متابعين